barrier against all type of pathogens. هذه كل البودي فلويدز، كل سوائل الجسم بها عامل مشترك. طبعا هي بها الكثير من العوامل المناعيه، كل وحده لها خاصيه مناعيه، لكن كلهم هذول اكو بهم شيء مشترك، هو احتوائهم على IgA. احتوائهم على IgA. IgA اللي هو ميونو جلوبيولين، ميونو جلوبيولين اي، كلها هذه كثير، دمع، سلايبه، لعاب، اليورين، الادرار، الفاجينال اسيد، السيمينال فلويد، السيبوم والميلك. طبعا السيبوم مور اور ليس يعني اقلهم، السيبوم ممكن انه يعتبر ميكانيكال وكيميكال بارير بنفس الوقت، لانه هو الشمع ممكن انه يمنع دخول الاجسام الغريبه الى داخل الاذن، ومن ضمنها ممكن ان تكون الباثوجينز، وايضا انه السيبوم اكو بداخله فاتي اسيد، فيعني انه ممكن اكت از كيميكال بارير. التير بي اي جي اي، الدموع، الدموع بها اي جي اي انتي بودي، السلايبا ايضا بها اي جي اي، بالاضافه الى الاي جي اي السلايبا بها بها السلايبا بها لايسوزوم، لايسوزومز، جسيمات حالة. هذه عبارة عن انزيمات، انزيمات بروتينات. شو تسوي؟ تسوي dissolving of pathogens، يعني احنا من ناكل وينفرز هذا اللعاب، هذا اللعاب اكو داخله لايسوزومال انزيمز، انزيمات او جسيمات حالة تعمل على تحليل الباثوجينز، العوامل الممرضة او الميكروبس، البكتيريا. اليورين، اليورين ممكن ايضا ان يعتبر بادر، اليورين يسوي واش اوت، لانه اليورين ايش راح يصير؟ ينزل من يعني فروم ابورد داونورد، فيسوي واش اوت، راح ينظف المجرى البولي، ينظفه اذا اكو اي بكتيريا طلعها خارج الجسم. الفاجينال اسيد، تذكرون قلنا الاستومك الفاجينا بها اسيد، والاستومك ايضا بها اسيد، بس الاسيد اوف استومك يكون مور سترونج، بالفاجينا اقل البي اتش ماله. هذا الاسيد اللي بالفاجينا ايضا يؤدي وظيفه مناعيه، انه كونسيدر از ا بارير اجينست باثوجينز. تدرون هاي المنطقه معرضه انه يدخل بها باثوجينز، فهذا الفاجينال اسيد اولسو اكت از ا ميون بارير. سيميلر فلويد، اولسو سيميلر فلويد ايضا كونسيدر از يعني يعني بلاي ا رول ان ذا ميون سيستم، تحتوي على الاي جي اي، ايضا تحتوي على الاي جي اي. السيبوم قلنا هو ممكن يعتبر ميكانيكال وممكن يعتبر كيميكال بايلر، والميلك، الميلك الرضاعه الطبيعيه، الحليب الام ايضا يحتوي على الاي جي اي، ميونوغلوبيولين اي. زين، اذا هذا هو الفيرست بارير بالاميون سيستم، اذا بدنا نقسمها الى فيرست وسكند وثيرد بارير، بس يعني ممكن انه واحد يقسمها الى فيزيكال اند ميكانيكال باريرز، هذا الفيزيكال والميكانيكال. بعدين نجي على السيلولار، السيلولار باريرز، سيلولار باريرز، عوالم الخلويه. اذا هذه فيزيكال، أو الفيزيكال نفسه يسموها ميكانيكال، ميكانيكي يعني شيء ميكانيكي أو فيزيكال، زين؟ مو كيميائي، ماكو إفراز مادة، هو هذا الحائط، هاي الصبورة، زين؟ فيزيكال، هذا الحائط فيزيكال، يعني مو شيء، يعني مو شيء، يعني ماكو إفراز، ماكو كيميكال سكريشن، زين؟ نجي على قلنا الفيزيكال هو السكين يعني، والميكانيكال بارير والميوكوس ممبرين، وقلنا الكيميكال هي الافرازات الايسوزايم والاي جي اي وغيرها من الاشياء الاخرى، الكيميكال سبستانسز اللي تنفرد. نجي على السيلولر بارير، السيلولر. فاذا صار عندنا اول واحد فيزيكال نفسه ميكانيكال، ميكانيكال بارير، وصار عندنا سيل كيميكال، ثاني كيميكال بارير،
physical and mechanical وchemical chemical barrier وثلاثة cellular barrier. cellular barrier تدرون احنا اهم شيء بالcells هي الوايت بلس سيلز. وايت بلس سيلز كريات الدم البيضاء او ما تسمى بالليكوسايت. ليكوسايت كريات الدم البيضاء. كريات الدم البيضاء تنقسم الى قسمين: جرانيولار حبيبية او محببة و ا جرانيولار. الا هنا بالترمينولوجي تعني without without يعني بدون. فالجرانيولار هي بدون حبيبات. الجرانيولار هي التي تحتوي على الحبيبات. الجرانيولار وايت بلس سيل هي ثلاث انواع على راسها النيترو في نيتروفي. هذه النيتروفي النيتروفي ما يميزها يسموها مرات بوليمورفو نيوكليار سيلز. بوليمورفو متعدد الشكل نيوكليار سيل يعني النواة مالتها تكون متعددة الأشكال بها أكثر من لوب يعني ممكن بها ثلاثة. هسه هاي بها ثري لوبس النيوكليوس مالتها النيتروفي ممكن بها أربعة ممكن بها خمسة لذلك يسموها بوليمورفو نيوكليار متعددة الأشكال. هذه البوليمورفو نيوكليار أيضا اسمها نيتروفي. نيتروفي يعني متعادلة. شنو متعادلة؟ يعني أكو داخل الحبيبات جرانيولز أسيدك لونها أحمر زين هذه الحبيبات الجرانيولز واكو داخلها ايضا جرانيولز لونها ازرق بيس جرانيولز. هذه الجرانيولز اللي موجوده داخلها البيسك والاسيد تكون متعادله لذلك يسموها نيوترال يعني كما البيسك والاسيدك جرانيولز تكون في حاله توازن متعادل فيسموها نيتروفي. زين هذه النيتروفي شنو اللي يميزها؟ يميزها عده اشياء. اولا نسبتها 60 الى 70% هي الاكثر عددا بين كريات الدم البيضاء الاكثر عددا. الميزه الثانيه اللي تميزها هذه النيتروفي انه هي فاجوسيتيك سيلز خلايا التهاميه زين الشيء الثالث هي مالتي لوبيوليتد سيل نيوكليوس. النيوكليوس مالتها قلنا مالتي لوبيوليتد بها اكثر من لوب بها ممكن من ثلاثه الى سته زين اذا هي الاكثر عددا بين الخلايا المناعيه سميت نيتروفي لان الجرانيولز اللي بداخلها متعادله هي جرانيولر لاحتوائها على الجرانيولز وهي فاجوسيتيك سيل خليه التهاميه تزيد في حالات الالتهابات الحاده اكيوت infection حالات الالتهابات الحادة بالأكيوت infection زيادتها شو يسموها؟ نيتروفيليا يعني زيادة أعداد النيتروفيل أكثر من العدد المقرر لها يسموها نيتروفيليا ونقصانها أقل من كمية يعني أقل من الكمية الطبيعية أو من العدد الطبيعي شو يسموها؟ نيتروبينيا. نيتروبينيا يعني ديكريز يعني تقل.
نيتروفيليا زيادة، نيتروبينيا نقصان. زين هسه هاي النيتروفيليا اول وحدة في الجرانيولات قلنا عليها فاغوسيتيك مالتيلوبيليتد نيوكلياس كونتين جرانيولز equal n number basic and acidic granules. قلنا هي phagocytic cell تسوي phagocytosis تلتهم الباثوجين، وقلنا تزيد بالacute infection بالالتهابات الحادة، زيادتها زيادة أعدادها تسمى نيتروفيليا ونقصانها تسمى نيتروبينيا. الثانية هي البيزوفيل، والثالثة مرتبطة وياها نشرحهم اثنيناتهم سويا لانه اكو اشياء بيناتهم مشتركات. الثالثه هي الايزينوفيل، ايزينوفيل. زين ايزينوفيل وبيزوفيل، البيزوفيل تتميز بكونها اقل كريات الدم، يعني تقريبا اقل من 1%، 1% يعني مرات يقولون 0.5 عددها. البيزوفيل داخلها اكو طبعا بيها نيوكلياس بايلو نيوكلياس، ممكن انه تكون نيوكلياس مالتها بهذا الشكل، زين ايضا بيها جرانيولز. الجرانيولز مالتها ما يميزها انها بيسك جرانيولز لونها ازرق، بيسك جرانيولز. الايوزينوفيل اكو تكست بوك تقول لي 3 إلى 4%، اكو تكست بوك تقول 1 إلى 6%. طبعا قلت لكم بالارقام ذير از افاريشن. زين شكو بداخلها؟ هذه النيوكلس مالتها بايلود نيوكلس، وداخلها اسيدك جرانيولز لونها احمر. اسيدك تاخذ ايوسين ستين. البيسك البيزوفيل تاخذ ميثيلين بلو ستين. الميثيلين بلو من اسمها ميثيلين بلو زرق زرقاء، هذه تاخذ ايوسين، الايوسين اسيدك لونها احمر. فهذه ايزينوفيل وهذه بيزوفيل، اثنين من جرانيولا. زين اثنين من جرانيولا. زين الجرانيول اوف بيزوفيل اهم ما يميز احتواها على الهستامين، هستامين، واحتوائها على الهيبارين تورج هيبارين. شوف اثنين يبدن بحرف الاتش، هستامين هستامين وهيبارين بدايتهم بحرف الاتش، هذين موجودات بالجرانيولز مال البيزوفيل. زين البيزوفيل وين يزيد بيا حالات؟ قلنا النيتروفيل بحالات الاكيوت انفكشن بكتيريال انفكشن التهابات البكتيريا. البيزوفيل تزيد بحالات، البيزوفيل تزيد بحالات الالرجي، الالرجي حالات الحساسيه، حالات الحساسيه. زين الالرجي الايزينوفيل اكو داخلها جرانيولز، هذه الجرانيولز هذه الجرانيولز تحتوي على مادة البلازمين. البلازمين ايش يختلف عن الهيبارين؟ الهيبارين انتي كوغولانت يمنع تكون الكلوتس الخفرات او الجلطات. البلازمين يسوي ديسولفينج اوف كلوتس، يعني الخفرة من تتكون البلازمين ايش يسوي لها؟ يحللها. الهيبارين يمنع تكونها اصلا. زين الايزينوفيل شنو اللي يميزها الثاني بالاضافه الى احتوائها على الجرانيولز اكو داخلها البلازمين؟ يميزها انه هي فاجوسيتيك سيل، فاجوسيتيك سيل سلايتلي بها سلايت ليتل سمول ليتل كاباسيتي اور ابيليتي of phagocytosis. إذا عندها قابلية التهامية البيزوفيل ما عندها phagocytic function. There is no phagocytic function. Neutrophil هي phagocytic cell.
حتى النيتروفيل مرات يسموها مايكروفاج، مايكرو بالآي يعني خلية التهامية صغيرة، والخلية الالتهامية الكبيرة ديش الماكروفاج بعدها رح نرجع عليها. إذا هسا بالجرانيولار الحبيبية الخلايا الحبيبية البيضاء عندنا الإيزينوفيل عندها فاجوستيك فانكشن، وعندنا النيتروفيل عندها فاجوستيك فانكشن، بينما البيزوفيل ما عندها فاجوستيك فانكشن. زين قلنا البيزوفيل هي الأقل عددا، تزيد بحالات الألرجي. الإيزينوفيل تزيد بها حالات، تزيد بحالات الباراسيتيك انفستيشن الالتهابات الطفيلية يعني يصير التهاب بالباراسايت بالطفيليات، تزيد عندنا الإيزينوفيل. زين زيادة يسمونها إيزينوفيليا. الإيزينوفيل أيضا تزيد بحالات الألرجي، حالات الألرجي الحساسية أيضا الإيزينوفيل تزيد، يعني حالة حالة البيزوفيل، البيزوفيل بحالات الحساسية، الإيزينوفيل أيضا بحالات الحساسية، يضاف لها الباراسيتيك انفستيشن. وبعض التكست بوك يقولون بحالات الكانسر الأورام، ولو هذا الشيء مو كلش مهم يعني احنا ما نقدر نعتمدها، بس مذكور بالتكست بوك انه أيضا في بعض حالات الأورام ممكن يزيد الإيزينوفيل. أهم شيء الإيزينوفيل انه يزيد بحالات الباراسيتيك انفستيشن، حالات طفيليات العدوى او الالتهابات الطفيليه، هذا اهم شيء بيها. زين قلنا بداخلها اكو جرانيولز بيها بلازمين، البلازمين ديسولف كلوت. زين هذه كلها هي جرانيولر، وايت بلد سيل تعتبر من السيلولر اميون بارير. الجسمه الانتي باراسيتيك اكشن اوف ايزينوفيل مرات يوصفوه بانه هي يعني شلون يعني شيء صغير جدا. الخلايا هذه كريات الدم البيضاء هي نشوفها احنا تحت الميكروسكوب، بينما الباراسايت الطفيليات مرات بالامعاء، بعض الطفيليات طولها سنتيمترات، اكو بعض الطفيليات تصل الى امتار الديدان الشريطيه. فشوف شلون يعني الله سبحانه وتعالى انطاه القدره هاي الايزينوفيل انه قاتل هذه الباراسايت اللي هي حجمه كلش كبير. يعني مثل ما واحد يعني شلون يوصف انه نمله تقاتل فيل وتستطيع او تتمكن من التغلب على هذا الفيل، فهذه الايزينوفيل يعني ممكن انه تقتل باراسايت طوله سنتيمترات او مترات، زين او امتار. فهي المين فانكشن مالتها انه هي act as anti parasitic زين. فاذا صار عندنا ثلاثه جرانيولر سيل، نيتروفيل بيزوفيل ايزينوفيل. قلنا ما يميز النيتروفيل اولا بها جرانيولز، وما يميز هذه الجرانيولز انها متعادله نيوترال، لذلك سميت نيتروفيل بها عدد متساوي من الجرانيولز الاسيديك والبيسيك. اسمها بوليمورف نيوكليير ليش؟ لانه النيوكليس مالتها ممكن تحتوي على لوبس ممكن ثلاثه واربعه وخمسه، وهذا يعطيها اشكال مختلفه. هي فاجوسيتيك سيل وتسمى مايكروفيج، الخلايا الالتهاميه الصغيره لانها تستطيع التهام الباثوجينز، تزيد بحالات الالتهابات الحاده الاكيوت انفكشن سبيشالي بكتيريال انفكشن، الالتهابات البكتيريه اي ان النيتروفيل تقاتل البكتيريا. زين وزيادتها يسموها نيتروفيليا، نقصانها يسمونها نيتروبينيا. اللايف سبان مالها يعني عمر نصف تقريبا من 6 الى 12 ساعه اوس. زين من تموت هاي النيتروفيل، من تموت وين تتحول الى شنو الديد نيتروفيل؟ تتحول الى قص قصر. شايفين مرات يقولون قيح يطلع، مثل واحد يسوي عنده خراج وينظفون هذا الخراج تطلع الجراحه اللي داخل او القيح يسمونه قص. هذا القص هو عباره عن ديد نيتروفيل، قاومت هذا الالتهاب وسوت فاجوسايتوسيس للبكتيريا وماتت. طبعا بالمناسبه النيتروفيل عندها قابليه ان تسوي فاجوسايتوسيس يعني تلتهم وان باثوجين، بعد ان تلتهم هذا الباثوجين تسوي له ديستركشن تول بي داي، راح تموت وتتحول الى بصير خلايا قيحيه. قلنا البيزوفيل، نرجع عن سنجي الى البيزوفيل. البيزوفيل قلنا اكو بداخلها جرانيولز
هذه الجرانيولز تكون بيسك جرانيولز. ليش؟ لانها تاخذ صبغه الميثيلين بلو. هذه الجرانيولز اكو داخلها تفرز مواد على راس، طبعا ممكن تفرز عدم هيستامين والهيبالي سيروتونين وممكن كاينين وانواع اخرى، لكن اهم اثنين هما الهيستامين والهيبالين. طبعا الهيستامين كونسيدر از الرجيك ميديتر، الرجيك ميديتر. وقلنا الميديتر شنو من الميديتر؟ يعني مرسال ساعي بريد ينقل المعلومات من مكان الى مكان اخر. الهيستامين يعتبر واحد من الامبورتنت الرجيك ميديتر، واحد من المواد اللي تلعب دور مهم في تفاعلات الحساسيه عند الانسان. جذور الحساسيه اكو انواع، اكو حساسيه جلديه، اكو ممكن حساسيه القصبات، اكو ممكن يصيرون حساسيه من البلاد، اكو حساسيات انواع كثيره من الحساسيات. هاي الالرجيك رياكشن الهيستامين يلعب دور مهم بها. احنا اللي يهمنا بالجهاز المناعي من يصير عندنا في مكان معين انفلاميشن او انفكشن، الهيستامين شو يسوي لنا؟ يسوي لنا فازو دايليتيشن. فازو دايليتيشن شو يسوي؟ يوسع لنا الاوعيه الدمويه. شو راح يوسعها الاوعيه الدمويه؟ كذا ولنفرض ان هذا بلد فيزل. زين، هذا بلد فيزل. البلد فيزل سكب داخل الاندوثيليال سيل، بطنها من الداخل مبطنه الأوعية الدموية مبطنة بالإندوثيليال سيلز. إندوثيليال سيلز شلون أكو؟ الاستومك مبطنة بالإبيثيليال سيل، القصبة الكاثراك مبطنة بالإبيثيليال سيل. البلد فيزلز ما يقولون إبيثيليال، يقولون إندوثيليال سيلز. طبعا البلد موجود هنا، هنا موجود الآر بي سي، موجود الوايت بي سي بكل أنواعها. زين، إحنا صار عندنا فرد، صار عندنا خلط وجد بكتيريا دخلت بهذا المكان. هذه بكتيريا باثوجين دخل عندنا هنا، هذا باثوجين دخل. طبعا بالمناسبه التشو اللي قريبه على البلد فيزلز وعلى الليمفاتيك فيزلز اكو بيها شنو؟ اكو بيها ماست سيلز. ماست سيلز، الماست سيلز ايضا هذه اكو داخلها جرانيولز. الماست سيلز تحتوي على جرانيولز. زين؟ هذه الجرانيولز من يصير بجرانيوليشن تطلع اكو داخلها هيستامين، تحتوي على الهيستامين. زين، هذا الهيستامين اللي يطلع من الماس سيل وين راح يروح؟ ساعي بريد. اكو باثوجينز دخل صار التهاب، او صار اكو الرجيك رياكشن دخل صار التهاب، هذا الهيستامين وين يروح؟ يروح الى البلد فيزلز. شو يسوي لها؟ يسوي لها فازو ديليتيشن. زين، فازو ديليتيشن يعني شو راح يصير؟ راح تتوسع. زين، راح تتوسع. من تتوسع هاي المسافات ما بين الاندوثيليال سيل تكبر، يعني شو يصير؟ يصير تقريبا بهذه السيل بعد ديليتيشن. هذا ايش راح يساعد؟ يساعد على انه انكريس كابيلاري بيرمابولتي. هذه الكابيلاري راح يصير البيرمابولتي مالتها تزيد. ايش راح يصير؟ راح يبدي يجي البلد منين؟ من داخل الانترافاسكولار كومبارتمنت، يطلع وين يروح؟ الى التشو. يروح الى التشو. هذا البلد بي ار بي سي وبي وايت بي سي. الوايت بي سي من ضمنها شنو؟ نيتروفيل، من ضمنها بيزوفيل، من ضمنها ايزينوفيل، من ضمنها مونوسايت، يعني كل كريات الدم البيضاء. اللي راح يصير كالاتي: اول وحده تصل الى المكان اللي دخل عليه الباثوجين وصار به التهاب هي النيتروفيل. هي النيتروفيل اول وحده راح تصل، هي النيتروفيل. زين، قلنا جرانيولار مالتيلوبيوليتد، النواة مالتها مفصصة وبها جرانيولز اسيديك وبيسك، جت النيتروفيل. ليش النيتروفيل تعتبر اول الواصلين؟ اولا لعدة اسباب، ثلاثة اسباب. اولا هو لارجست نمبر
لانها هي الاكبر عددا ما بين كريات الدم البيضاء، فاكيد بما ان كريات الدم البيضاء موجوده داخل البلد فيزلز فمن راح يكون كل البلد قياسا الى البلد اللي دخل اكيد الاكثر عددا راح تكون هي الاكثر وجودا في مكان الالتهاب. بالاضافه الى هذا هي تكون فاست سريعه. بالاضافه الى هذا اكو كيمو تاكسيك فاكتورز. هذا الباثوجين يفرز توكسين، يفرز مواد سموم. هذه التوكسينز شو تسوي؟ تفرز مادة اسمها كيموتاكسين. هذا الكيموتاكسين راح يستدعي، هو يسوي اتراكشن، يستدعي كريات الدم البيضاء. كيمو مادة كيميائية، تاكسين اتراكتين. زين؟ راح يستدعي كريات الدم البيضاء، مثل ما واحد بالسوق يصيح على التنزيلات هالراجع. زين؟ هو اكو عنده محل داخل المحل يبيع اشياء لكن مطلع اشياء خارج المحل وقاعد يصيح عليها بسعر اقل، فيسوي شنو؟ هالراجع الحق مثلا الاسعار مناسبه. زين نفس الشغله الكيموتاكسين تفرز البكتيريا، هذا الكيموتاكسين راح يستدعينا منه ويستدعينا كريات الدم البيضاء، لكن اللي يساعد على خروج كريات الدم البيضاء من داخل البلد ريزلتس ويخليها تتوجه الى شو؟ الهستامين. لان الهستامين سوى فازوديليتيشن، وسع الاوعيه الدمويه وزاد نفس الوقت كابيلاري فيرنابولتي. طبعا الكابيلاري هذه اكو بيها هنا قرص، اكو بعض الكابيلاري تكون فينستريتد كابيلاري واكو نون فينستريتد. اذا كانت في مكان بفنستريتد كابيلاري فاكو بيها بولس، اكو هنا فتحات بالكابيلاري عبور منها، واذا ما كانت فينستريتد ما بين الاندوثيليال سيل راح يزيد الفيرنابولتي وراح يعبر البلد من هذه المكانات ويصل الى المكان اللي صار به الانفلاميشن. قلنا اول الواصلين هي النيتروفيل لانها الاكبر عددا والاسرع وبسبب الكيموتاكسيك فاكتور اللي تفرزها البكتيريا. بالاضافه الى هذا ايش راح يصير عندنا من هذا المكان؟ ممكن تجينا ميزوفيل. زين هذا الميزوفيل اكو بداخلها جرانيولز، طبعا هذه النيوكليوس مالتها اكو بداخلها جرانيولز. هذه الجرانيولز راح يصير لها ريز، راح تنطينا مور اند مور هيستامين. هذا الهيستامين ات ويل اكت اون بلود فيزلز اند كوز فورذر فازوديليتيشن and reaching of more and more blood. وهذا البلد راح يكون محمل بشنو؟ كريات الدم الحمراء، كريات الدم البيضاء بانواعها. وبالاضافه الى هذا ايضا كومبلمنت بروتينز، الكومبلمنت بروتينز موجوده بالبلد لكنها غير فعاله، فايضا راح الكومبلمنت بروتينز ايضا تتوجه الى هذا المكان. هنا بالبلد اكو مونوسايت، المونوسايت قلنا هي اجرانيولر، ما بيها حبيبات، تكون كبيره المونوسايت. تكون كبيره وبيها نيوكليوس فلويه، تشبه الكليه. كدني لايك نيوكليوس، هذه مونوسايت. المونوسايت من تطلع من داخل البلد فيزلز وتروح الى التشو راح تكبر، حجمها يكبر، انكريز ان سايز. زين انكريز ان سايز. انكريز ان سايز وراح تتحول الى شنو؟ تتحول الى ماكروفاج، خليه التهاميه كبيره ماكروفاج. طبعا المونوسايت هي انواع، اذا راحت للليفر تسمى كوفر سيل، واذا راحت لللاين تسمى دست سيل، واذا راحت للكدني تسمى ميزانجيال سيل، وإذا راحت للبرين تسمى جلايل سيل، وهكذا. فالمونوسايت من تطلع من البلد وتروح إلى تشو تحول إلى ماكروفاج. طبعا هي ما تطلع قبل هيك بسهولة، هي أولا تسوي مارجينيشن، تركض تطبق على صفحة، يعني هذا خلينا نقول هاي سيارة، المونوسايت هي سيارة داخل البلد فيزلز، هذا شارع البلد فيزلز، تريد تروح الى طريق فرعي، فالسياره حتى تروح الى طريق فرعي اول مره شو تسوي؟ من تريد تقرب الى الفرع تبدي تاخذ هذا الاتجاه، تبدي تتقرب من وين؟ من الرصيف. الى ان تريد تصل تصير قريبه كلش من الرصيف قبل ما تطب الفرع، هذا يسمونه مارجينيشن. تركن يعني تطبق، بعدين
تطلع من البلد فيزلز، تسوي سيكويزنج، عندها قابليه ان تمر بين خلايا بين الاندوثيليال لايننج اوف بلد فيزلز، يسموها اثرو ديسز. لانه هي عندها سودوبود، عندها اقدام كاذبه، هذه الاقدام تساعدها انه تمر من بين الاندوثيليال سيل اوف بلاد فيزلز، بعدين راح تطب داخل التشو، من تطب داخل التشو راح شو يصير بها؟ راح يصير بها انكريز ان سايز ماني تايمز، وتتحول الى ما يسمى بالماكروفيج، هذا يسمونه مونوسايت ماكرو فيج سيستم، تحولت الى ماكروفيج، صارت خليه شنو التهاميه. زين، هذه الخليه الالتهاميه ايش راح تسوي؟ راح تسوي فاجوسايتوسز، راح تلتهم. ايش تلتهم؟ تلتهم الباثوجينز، وتلتهم بعض الخلايا اللي ماتت بسبب الانفلاميشن، اكو خلايا هنا بسبب هذا الباثوجينز مصاب انفلاميشن ماتت الخلايا، وتلتهم كريات الدم البيضاء الاخرى النيتروفيل اللي هي ديد نيتروفيل كلها تلتهمها. ليش؟ لانه الماكروفيج هي بيج ايتر. زين، فراح تسوي لهم كلهم فاجوسايتوسيس، راح تسوي لهم عمليه التهام. حتى هذه العمليه تستمر، لانه احنا هذه العمليه نحتاج انه تستمر الى ان نسيطر على الالتهاب. من اللي يخليها تستمر؟ اللي يخليها تستمر هو الهستامين ريليز فروم ماسيل and histamine release from basophil, it will cause more and more vasodilatation, and this more and more vasodilatation will keep the blood vessels dilated and keep the blood flow to the area till the neutrophil and macrophage ايش يسوي لنا؟ يسوي لنا phagocytosis. النيتروفيل والماكروفاج يسوي لنا phagocytosis of pathogens، والماكروفاج in addition to phagocytosis of pathogens it will also cause phagocytosis of debris اللي هي dead cells and dead neutrophil. زين، وبهاي الحاله راح تستمر عمليه التدفق الدم اللي يحتوي على كميات كبيره من كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء، بالاضافه الى هذا ايضا يحتوي على كميه كبيره من الكومبلمنت بروتين اللي راح نجي عليها، واللي هي تعتبر ايضا جزء كبير منها، هي تعتبر جزء مهم من النان سبيسيفيك يونتي. زين، عمليه الفاجوسايتوسيس اللي تتم عن طريق النيتروفيل او عن طريق الماكروفاج هي متشابهه بنفس الطريقه تتم عمليه الفاجوسايتوسيس. انا قاعد اسجل بس دقائق واكمل.